السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نوصل التكست او كتابات في قلب الصفحة بالظبط؟ طيب لو انا كتبت تكست بالشكل دوت وكتبت فيه اي حاجة وليكن مثلا بيم اريبيا، طيب هنلاحظ حاجة ان انا لما اعمل سيلكت كده وابدأ احرك دوت بيجيب لي خط ان انا كده وصلت للنص، تمام. طيب العادي ان انت اوبجكت تكست من هي من التوب، طيب انا عايزها من السنتر عشان تبقى دقيقة جدا، فبقول له اوكي من السنتر، تيجي تنقل هتلاقي الخط جالك من النص بالظبط، نص الصفحة دي مع النص دي. طيب انا كده بعملها بطريقة مانوال، طيب انا عايز اتحكم فيها اكتر، فهعمل سيلكت هنا وهروح للويندوز والاقي هنا في اللاي اوت الاين او شيفت اف 7 اهوت. طيب هقول له الاين لايه، تمام. اجي هنا واقول له انا عايز اعمل الاين للبيج للصفحه اللي انا عايزها، واقول له اعمل لي الاين مع سنتر، فتتعمل تلقائي بالشكل دوت.